مشاريع قد تكون نسق شويه لكن اغلبها رجعت. احنا عندنا راهو بحضور السيد الولي حوالي 380 مليون دينار مشاريع قاعده تدور بالاضافه الى 100 مليون مبرمج معناها اضافيه. فانت عندك مشروع كبير بالضخم هذا معناها تمويلات بالضخم هذا نجم يكون فما مشروع. ما احنا قاعدين عاملين على دفع النسق عندنا في الحزاميه هذيك ب 64 مليون دينار وواحد ثلاثه مشاريع قاعدين نرجعوا. عندنا بينيترون سيد، عندنا مسالك ريفيه، عندنا حمايه اسواق مثلا، عندنا مساكن اجتماعيه انا مش نزور واحد منهم الان. فما عمليه دفع كبير في المشاريع الموجوده. اللي نعرف ان بينيترون سيد كيما تعاملت الان فيهاش اشكاليات فنيه، يمكن في التكمله نتاعها في مواصلتها هذيك ثم اعاده نظر ممكن باش ما تقلقش المشروع. هذه تو نشوفوها في وقت كيما هي الان ما فماش اشكاليات فنيه. قلت لك احنا تو نعملوا عليها مكتب دراسات ونشوفوا. احنا مش نعملوا مشروع تبوروره مشروع كبير وضخم بجو نقلقوا احنا وزاره التجهيز بمشروع اخر. لازم نلقاو حل فني، نلقاو حل وتيرم دي ريفيرونس. هو السيد الوالي يعرف الجهه نتاعو خير مني، قال لك تيرم دي ريفيرونس اصلا حالين نتاع الدراسه هذه. وانا قاعد نشوف الاخوين الان في صفاقس ثم اراده قويه وثم الان يحبوا المشروع هذا واللي في قلب التحول الاقتصادي النوعي في صفاقس. وما يمكن كان يكون كذلك لانه مشروع كبير ومهم ونجي نبدل وزاره صفاقس كامله. ثم مشروع تابع لاستياس تيتينيزيان دو تروت الشركه هذه لعمليه معناها تقويه الطريق. فمشروع كامل بحوالي 60 مليون دينار. ففما هي داخله الان في عمليه انجاز تدريجيا ل لا بدا المشروع بدا ان شاء الله في التنجيز. الحفر اوريدي الموجوده هذيك كلها وقع تعبيتها. We'll be right back.